إنه نور السماء إلى الأرض، فيه صدق قول ربه بتفضيل بعضهم على بعض. إنه النموذج الأسمى الذي أحب فكان خير محب، وجاهر بما في قلبه ليعلم الناس كيف يكون الحب. هل أحب الرسول؟ الجواب نعم أحب، ولهذا الحب قصص أشرقت بها للسيرة كتب. من بعد الحب المقدس في حراء كان في قلبه رصيد لصاحبة الوفاء، ومن بعدها الفقيهة الحميراء، وقد طال الحب النبوي الكائنات والأشياء. تعالوا نتعرف معا في تلك المحطات المضيئة من التاريخ الإسلامي على أجمل قصص الحب في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. عسى القلوب التي جفت تستعيد وهج حياتها من هدي السماء. هناك في ذلك الغار النابض بحياة الأرواح، لطالما لجأ إليه النبي الكريم حيث اطمأن واستراح. يتعبد زعيم مدرسة الطهر والعفاف، وقد كان قدر الرحمن أن يعيش شابا محصنا من الأهواء. عاش محمد بن عبد الله قبل أن يأتيه الوحي من السماء، نقيا صفيا بعيدا عما طال أهل الأرض من هراء. وهناك في ذلك الغار بدأت الرحلة الأولى للحب الذي صدق، وقد حمل الغار روائح بها قلب كل مؤمن. أما الحب البشري الأول فكان للسيدة الأولى التي تربعت على عرش الوفاء، إنها السيدة خديجة بنت خويلد نجمة الحكماء، التي كان لها الدور الأول في استيعاب الموقف بعد أول رسالة أوصلها سفير السماء. كان الأمر من جبريل إلى منقذ البشرية، اقرأ، والرد أمام سفير السماء ما أنا بقارئ، إلى أن ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل صاحب العلم والأنوار، وأخبره بأنه قد جاءه الناموس الأكبر. ظهر حب خديجة الحقيقي لخير إنسان على وجه الأرض، فأخذت إلى صدرها تضمه وتعدد له محاسنه التي لا يمكن حصرها عددا، وتجدد التأكيد له على أن الله لن يخزيه أبدا. رحلت خديجة، لكن ذكرياتها المضيئة لم ترحل عن النبي الكريم الذي طالما قال عنها ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها. شمل حب النبي لخديجة رضي الله عنها اسمها ومقتنياتها، وبعد مواجهة بدر كان من بين المحتجزين لدى المسلمين العاص بن الربيع، وهو زوج السيدة زينب بنت الرسول الكريم. ولما رأت زينب تحرير زوجها، الله يرضى عليك، ولما أرادت زينب تحرير زوجها بعد أن فرق الإسلام بينهما بحكم الدين، فالرجل لم يدخل الإسلام. وجد النبي في عروض تحرير المحتجزين لديه بعد مواجهة النصر الكبرى، وجد قلادة السيدة خديجة، وقد أرسلتها إليه زينب رضي الله عنها. لقد رق صاحب أطهر قلب على وجه الأرض حينما رأى القلادة، وحينها أشار الصحابة رضوان الله عليهم فيما إن كانوا يوافقون على تحرير العاص بن الربيع من أجل قلادة خديجة، ففعل الصحابة ذلك كأنهم استشعروا في تصرفهم رضا الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا للنبي الكريم نعم يا رسول الله. لم تكن السيدة خديجة بالنسبة للرسول الكريم شخصية عادية، فقد كان يعدد أوصافها بكلمات الوفاء، وهي التي لطالما اتخذت أمانته وأخلاقه لها سنداً وعوناً على ظروف حياة لم يكن لها أن تواجهها وحدها، وهي سليلة الحسب والنسب والثروة الكبرى، وها هو ذا يقدر قيمة قلادة لمجرد أنها كانت ملكاً لها، فيشير على الصحابة رضوان الله عليهم كأنه يرجو إطلاق سراح المحتجز. لم يكن ذلك مشهد الحب الوحيد الذي وثق قيمة صاحب القدر السامي لدى الرسول الكريم، فقد سجل التاريخ موقفاً آخر له في حب خديجة بأحرف من نور،
حيث اليوم المشرق في تاريخ الإسلام حينما دخل النبي الكريم مكة ناصرا منصورا، وكان الجميع يعلمون قدر السيدة خديجة لدى النبي الكريم، فقد وضع خيمته بجوار مثواها وأخذ يستعيد أمام الناس ذكرياته الأولى مع ذلك الحب الفياض الذي ينبض بالوفاء الخالد. وبجوار مثوى السيدة خديجة استذكر صلى الله عليه وسلم قولها له حينما جاءه سفير السماء وخاطبها النبي الكريم بينما هي في مثواها قائلا: صدقت يا خديجة عندما قلت لن يخزيك الله أبدا. وقد صدقت الصديقة عائشة بحق السيدة خديجة حيث قالت عنها: ما غرت من أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما غرت من خديجة. وقد كان النبي حينما كان يوزع هدايا من اللحوم يبعث بها إلى صاحبات خديجة. وهكذا ظل الوفاء لخديجة قائما لدى النبي الكريم. محطات الحب الراقي في سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أشرقت فيها إضاءة أخرى كان لها في حياته بعلمها وفقهها بريق، إنها عائشة الصديقة بنت الصديق التي نزلت في شأنها آيات الرحمن إلى يوم الساعة تتلى في القرآن الكريم. هي صاحبة الفطنة والذكاء التي أورق علمها بالنماء، التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالحميراء، فهي شديدة البياض ورمز الطهر والعفاف. أحب الرسول الكريم عائشة رضي الله عنها أشد ما يكون الحب، وكان حبه صلى الله عليه وسلم لها للعالمين تعليما. فهل تتخيل أن الرسول الكريم وهو القائد الأعلى للأمة الإسلامية ينظم مسابقة يكون فيها منافسا للسيدة عائشة حيث سبقته مرة وسبقها أخرى؟ وهل يتخيل إنسان أن اسم السيدة عائشة كان الاسم الأول في إجابة الرسول الكريم عن أحب الناس إليه؟ كان النبي بين الصحابة يوما فسأله عمرو بن العاص عن أحب الناس إليه، فرد صلى الله عليه وسلم بقوله: عائشة. وهنا سأل ابن العاص النبي سؤالا آخر عن أحب الناس إليه من الرجال، فقال النبي الكريم: أبوها، يقصد بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وحينما انقضى أجل الرسول صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس خطبة الوداع، بدت عليه علامات تنذر بالنهاية، حيث ألقى النبي الكريم خطبة كان الصديق أول من وصلته معانيها، حينما ألمح النبي إلى قصة رجل خيره الله ما بين الدنيا وبين ما عند الله، وأن ذلك الرجل اختار ما عند الله. وحين ذاك وقف الصديق رضي الله عنه متأثرا بما قاله النبي في الخطبة التاريخية الشهيرة. وقد كان النبي الكريم وهو أول من شرع حقوق السيدات، وهو الذي استأذن زوجاته في لحظاته الأخيرة بأن يتم تمريضه في بيت الصديقة عائشة رضي الله عنها، وقد وافقت، فكانت آخر لحظاته في بيتها. توثق مصادر السيرة العطرة قول الصديقة بنت الصديق في وصف ذلك الموقف المهيب في حديثها عن صعود الروح الطاهرة إلى بارئها بقولها: قبضه الله بين سحري ونحري. وتصف الصديقة موقفا آخر لها في ذلك الشأن حينما طلب النبي الكريم من عائشة رضي الله عنها السواك في آخر لحظات عمره المبارك، فهيأت رضي الله عنها السواك جيدا قبل أن تعطيه إليه صلى الله عليه وسلم. وتصف الصديقة ذلك بأنه كان منة من الله عليها. وللحب لدى أهله منزلة خاصة، لكنه لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة عظمى، فهو أسلوب حياة وبناء للمجتمعات. لذلك طالما أوصى النبي الكريم بالسيدات منذ أولى لحظات قدومهن إلى الدنيا، وهو الآمر بحسن معاملتهن بأحسن الأخلاق. وقد وعد النبي الكريم كل من كان له فضل في تربية بناته تربية حسنة بأحسن جائزة من الممكن لبشر أن يحصل عليها حقا مستحقا من الله تعالى.
وهو الحصول على الجنة.